تنديد أمريكي بريطاني باختبار إيران لصاروخ باليستي متوسط المدى. تقول واشنطن إنه يمثل انتهاكا إيرانيا جديدا للاتفاق الدولي بشأن برنامجها النووي. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال في تغريدة له إن إيران تعمل على زيادة اختبارات الصواريخ، وأنها اختبرت صاروخا باليستيا متوسط المدى قادرا على حمل رؤوس متعددة. الوزير الأمريكي قال إن هذا الاختبار يمثل خرقا لقرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي أيد الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى عام 2015. الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن في مايو الماضي يضع قيودا على تطوير إيران للصواريخ الباليستية. وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت اعتبر أن التجربة الصاروخية الإيرانية تمثل تهديدا للقرار الأممي. هانت شدد في تغريدة له أيضا على أن دعم الاتفاق النووي لن يقلل المخاوف بشأن برنامج إيران الصاروخي الذي يجب أن يتم وضع نهاية له. أما إيران فلم ينفي المتحدث باسم خارجيتها أو يؤكد الاتهام الأمريكي بإجراء طهران تجربة صاروخية جديدة، ولكنه أشار إلى أن برنامج بلاده الصاروخي دفاعي ولا ينتهك قرارات الأمم المتحدة.